في رسالة وجهها الوكلاء المحتملون للسيارات المقدر عددهم ب 75 متعاملا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتاريخ 7 جويلية الجاري، وهذه الرسالة واش فيها بالمختصر المفيد؟ قول هذه الرسالة أن وكلاء السيارات طرحوا مقترحات جديدة تخص إنهاء أزمة السيارات التي تشهدها السوق الجزائرية منذ 4 سنوات، تقوم هذه المرة على الاستيراد والتصنيع في نفس الوقت، وذلك من خلال منح رخص الاستيراد للوكلاء المودعين لملفات كاملة منذ أزيد من سنة على طاولة وزارة الصناعة، والتي تتوفر فيها الشروط اللازمة مقابل توقيع هؤلاء على تعهد مفاده التحول إلى التصنيع في ظرف 3 سنوات كأقصى تقدير. وفي الأخير ما تنساوش أعزائي المتابعين قناة تريندينج السيارات، قولوا لنا رأيكم في هذه الاقتراحات. سلام.